استمرارا لمتابعتنا لزيارة الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وهي زيارة الدولة إلى مصر واللقاء مع السيد الرئيس والحفاوة الكبيرة بهذه الزيارة المهمة. معنا سعادة السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت الشقيقة في القاهرة. مساء الخير أولا سعادة السفير. دولة الكويت وشعبها العظيم له مكانة كبيرة جدا في قلوبنا جميعا. مساء النور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سعيد أني أكون على برنامجك وأتشرف أني أكون ضيفك اليوم. سعادة السفير أولا وأنا كمان، وزيارة زي ما بقول كده حفاوة كبيرة جدا، علاقات بين البلدين، هي أول زيارة لسمو الأمير بعد توليه المهمة في ديسمبر الماضي. ماذا عن هذه الزيارة؟ ما جرى أيضا من اجتماع بين السيد الرئيس وسمو أمير دولة الكويت ثم الاجتماع المشترك، وهناك بيان مشترك صدر قبل قليل. نعم طبعا تعتبر هذه زيارة أول زيارة لسمو حفظه الله ورعاه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضيافة أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعني من حسن الطالع أن سمو في أول فترته كأميرا لدولة الكويت يكون في ضيافة فخامة الرئيس وهو في بداية ولايته الجديدة لرئاسة مصر. طبعا الزيارة طبعا هناك ترحيب كبير على المستوى الرسمي والشعبي بهذه الزيارة، سواء هنا في مصر أو في الكويت. هناك ملفات تم تباحثها، يعني تم استعراض المستجدات الدولية على الساحة الدولية والإقليمية. هناك طبعا تطابق في الرؤى بين حضرة صاحب السمو وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول مجمل القضايا، كان أهمها القضية الفلسطينية هي اللي أخذ حيز من النقاش، والجهود المشكورة التي تقوم بها الأشقاء يقوم بها الأشقاء في مصر تجاه هذا الموضوع. احنا نعرف كم الانشغالات والاجتماعات اللي تكون فيها جمهورية مصر العربية مثلا بفخامة الرئيس او المسؤولين او وزير الخارجية لمحاولة تهدئة الاوضاع في الضفة، وقف القتال، عدم توسيع رقعة القتال وفتح جبهات جديدة، عدم التهجير، وكذلك ادخال المساعدات الى داخل غزه للاشقاء في فلسطين. كذلك تم سعاده السفير ربما في النقطه ديت تحديدا سعاده السفير غانم النقطه الخاصه برفح، لانه في تهديدات ما زالت مستمره من حكومه نتنياهو شخصيا باجتياح رفح. ماذا عن هذه النقطه تحديدا في المباحثات بين سياده الرئيس وسمو الامير؟ يعني فخامة الرئيس أطلع حضرة صاحب السمو على الجهود اللي تبذلها مصر لمحاولة وقف هذا يعني دخول رفح أو الاعتداء على رفح، الجهود الجبارة اللي تبذلها مصر مع كافة الأطراف، وإطلاعه على آخر المستجدات، آخر الاجتماعات في هذا الملف. يعني سموه يعني طبعا كل طبعا احنا ككويت كلنا ثقه بمكانه مصر، بقدره مصر، بحكمه مصر في وقف نزيف الدم اللي يحصل في غزه، وكذلك وقف ان شاء الله دخول رفح. طيب سعاده السفير ربما ايضا هناك ملفات اخرى بجانب غزه هو الملف الرئيسي، ولكن هناك ملفات اخرى جرى الحديث عنها، منها ملف السودان، ملف ليبيا، وأيضا ما يحدث في البحر الأحمر. نعم بالأمانة هو تم الحديث عن مجمل القضايا يعني مطروحة على الساحة الدولية. أول شيء طبعا عبر حضرة صاحب السمو عن وقوفه إلى جانب مصر في حقها في الأمن المائي، وعبر عن تأييده للموقف المصري في هذا الملف. كذلك فيما يخص تم التطرق لموضوع اليمن وتأثير الاعتداءات اللي يقوم بها الحوثي على خطوط الملاحة البحرية وتأثيره تحديدا على الاقتصاد المصري في قناة السويس. كذلك تم التباحث عن تم الحديث عن ما يحدث في السودان، وتم طبعا الإشادة بكل الجهود الرامية إلى وقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات في السودان وحقن الدماء هناك، بإضافة إلى الملف الليبي والتشديد على وجوب استكمال مسيرة المفاوضات والانتهاء من القوانين التشريعية الدستورية،
يعني مجمل تم الحديث عن مجمل الملفات الدولية في الأحداث اللي تحصل في الشرق الأوسط أو في العالم بشكل عام. سعادة السفير، هناك جزء الخاص بملف الاقتصادي أو ملف الاستثمار، بتشوفوا إزاي تحركات الدولة المصرية والحكومة المصرية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار حاليا؟ شايفينه إزاي؟ وماذا عن الاستثمارات؟ أعلم طبعا أن هناك استثمارات كويتية كثيرة، ولكن هل هناك المزيد من هذه الاستثمارات في مصر؟ تم التحدث عن هذا الملف يعني بشوية تفاصيل، حيث قدم الجانب المصري للجانب الكويتي جميع الإجراءات اللي قام فيها والإصلاحات الاقتصادية والقوانين وتعديلات القوانين الاقتصادية اللي قاموا فيها والمشاريع اللي أقيمت في مصر في البنية التحتية منذ عقد من الزمان إلى اليوم، وكيف أثرت على الاقتصاد المصري، وكيف أن الظروف الدولية المحيطة أثرت على الاقتصاد المصري، لكن الاقتصاد المصري دائما يتعافى من أي شوائب أو صعوبات تأثر عليه. كذلك تم الحديث عن الاستثمارات الكويتية وتاريخها الطويل في مصر، نعم، والنجاحات اللي حققتها الاستثمارات الكويتية، و راح يكون هناك طبعا هذا الحديث أجل إلى تشكيل حكومة. وعد صاحب السمو أخيه عبد الفتاح السيسي بأن من أوائل الزيارات بعد تشكيل الحكومة الكويتية أن حيكون في زيارة وفي عقد لجنة مشتركة عليا بين البلدين يتم الحديث بتفاصيل عن هذا الموضوع إن شاء الله، ووعد خير سموه الجانب المصري بإذن الله. هل تم طرح بعض المشروعات من جانب مصر؟ لم يتم طرح، يعني على حد علمي يعني يمكن لم يتم طرح أي مشروع محدد، هو كان الحديث بعموميات لأن هذه زيارة تعرف زيارة دولة وزيارة بروتوكولية، وتم الحديث وتمت الإحالة إلى اللجنة المشتركة اللي حتعقد في القريب العاجل بإذن الله. بنتكلم على استثمارات كويتية حاليا تقريبا قد إيه؟ احنا بنتكلم هنا القطاع الخاص تقريبا عند 10 مليار، القطاع الحكومي بحدود 15 مليار دولار استثمارات ناجحة الأمانة، ومنذ فترة طويلة احنا تدري ان الكويت حاليا رقم 3 في الدول العربية، رقم 5 على مستوى العالم في استثمارات في مصر، وتستثمر في شتى المجالات. يعني اهم حاجة ايه موجود للاستثمارات الكويتية في مصر ابرزها؟ يعني هناك الهيئة العامة للاستثمار تستثمر في عدة صناديق وفي عدة مشاريع، في سواء في الغذاء، في الصناعة، في الصناعة البترولية، يعني هناك عدة شركات كثيرة، كذلك القطاع الخاص شركات كثيرة بالقطاع الخاص لها استثمارات ناجحة بصراحة في مصر، يعني بعد خاصة بعد التعديلات التشريعية اللي حصلت و يعني التعديلات البنية التحتية اللي حصلت في مصر خلال العقد الماضي، يعني أوجدت مناخ أفضل جاذبة. نعم، ساعدت على جذب الاستثمارات. نعم أكيد طبعا أثرت، يعني أنت شوف اليوم مصر يعني جاذبة الاستثمار بشيء يعني يفرح المواطن العربي والخليجي. عظيم، ودائما بنتشرف بحضرتك ونتشرف بكل أشقائنا في دولة الكويت الشقيقة، وزيارة يعني زي ما بقول كده زيارة مهمة جدا لسمو الأمير إلى مصر. وسعادة السفير ربما مرة تانية كل التحية لحضرتك. أنا أشكركم وأنا سعيد أني أكون متواجد أمثل دولتي في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأتشرف بذلك. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت في القاهرة.